يقول إذا دخلت المسجد والإمام يخطب ماذا أصنع؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الجمعة فجاء رجل وجلس فكلمه النبي قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. فدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب يصلي، ولكن قال أهل العلم يصلي ركعتين خفيفتين، يعني ما يطيل، وبعضهم يطول أربع ركعات يصلي، كان تشوفونهم بعض الباكستانيين كذا صلي أربع ركعات ركعة، بعضهم يصلي بين الخطبتين، هذا كله خطأ. الصحيح تصلي ركعتين وتوجز فيهما، يعني تصليهما خفيفتين. نعم.